السلام عليكم، وكيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في القناة سارة في اليابان. قبل فترة بسيطة كنت شاركتكم في الستوريز عن حفل زواج سوداني أو حنة سودانية هنا في اليابان، وكثير منكم علقوا لي إنهم نفسهم يعرفوا التفاصيل أكثر عن العرس السوداني. لكن بما إنه القناة اسمها سارة في اليابان، ففكرت إنه أعمل لكم زي مقارنة سريعة بين العرس السوداني والعرس الياباني، يعني حنديكم معلومات عامة على الاثنين. في الأول قبل ما أبدأ المقارنة حنعمل فيديوهات صغيرة بس عشان أديكم فكرة عن الجو العام وشكل الزواج السوداني وشكل الزواج الياباني، بعد كده نجي للمقارنة بالتفصيل. ما حطول عليكم المقدمة أكثر من كده، يلا بينا نبدأ. طيب دي عرس سوداني. انا كنت بفتش، طبعا فتشت في النت، فتشت في اليوتيوب، لقيت في واحد من اليوتيوبرز عامل فيديو عن عرس سوداني. هنحضره مع بعض. بالسوداني احسن. قاعد هم بيعملوا شنو؟ بيجيبوا مطرب يغني في قاعه. العريس مبروك، ابشر ابشر ابشر. بيسلموا قبل ما يبدأ الفرح. العريس والعروس ما بيوقفوا رقص، الله يعطيهم العافية. طيب العرس، طيب زي ما مذكور في الفيديو هنا انه فعلا العرس السوداني بيكون عادة، يعني بيكون على الاقل 3 حفلات، اللي هو اليوم قبل العرس الاساسي في حد اسمه حنة، اذا كان مثلا اهل العريس بيكون اسمه حنة العريس، اذا كان العروس بتكون حنة العروس، بيكونوا فقط يعني الاصدقاء المقربين والاهل المقربين والجيران وكذا يعني، والأصدقاء يعني العريس مثلا، إذا كانت حنة العريس مثلا أصدقاء العريس، فاللي هو فعلا بيحننوا العريس، بيعملوا له حنة في يدينه الاثنين. في طبعا حسب الجيل الجديد ده، في واحدين ما بيحبوا يعملوها، لكن عادة بيعملوها على الأقل اليدين، وبتكون يعني جو عائلي، غالبا بتكون في البيت، لكن في ناس بيعملوها الآن في صالات يعني مخصوصة بيأجروها، يعني في ناس بيعملوا حاجة تانية اسمها القيدومة، ما كل الناس بيعملوها، اللي هي برضو حفلة بكون عادة أصحاب العريس أو صحبات العروس عاملين عليها. بعد كده بيكون في حاجتين أساسيتين، اللي هو طبعا الزفاف والجرتق. الزفاف ده طبعا بيكون هو الحفلة الكبيرة، بيكون في يعني عادة زمان بيتعمل في البيوت في صيمان مثلا قدام البيت، لكن الآن أغلب الناس يعملوه في صالات، وبكون زي ما شفتوا فيه فنان أو فنانة يعني مطرب، وفيه طبعا ناس بترقص وبيبتهجوا يعني. طبعا ما كل الناس يعملوا كده، بس زي العادة يعني دي اغلب الناس بيعملوا كده. بعد كده الجرتق دي هو الحاجة اللي اعتقد انها اكثر حاجة مميزة في العرس السوداني، دي يقال انه اصولا نوبية، اللي هي زي ما شفتوا العريس بيكون لابس ابيض والعروس بيكون لابسة ثوب احمر والذهب وكده، وبيكون في طقوس معينة، يعني بيضعوا انواع معينة من العطور، سواء كانت عطور زيتية او عطور مجففة اللي هي المحلى والصندل والحاجات زي كده، بيضعوها في راس العريس والعروس، وبلبسهم حاجات كده يعني، وبرضو بيشربوا اللبن، في السودان بعض بيقول لبن، المهم يعني كوباية لبن بيشرب منها العريس والعروس، اللي هي يعني اللي هي بتكون رمز للبركة وتمني الخير والسعادة يعني للعرسان. فدي بتكون دايما يعني زمان كان بيعملوا لها يوم منفصل الجرتق، لكن الآن في كثير من الناس بيعملوا الجرتق في نفس يوم الزفاف، اللي هو بعد الزفاف يعني بعد نهاية الزفاف، العرسان بيمشوا يغيروا ملابسهم بالزي البلدي وبيجوا بيعملوا الجرتق يعني. حنحضر مع بعض لقطات من عرس ياباني بعدين حعلق لكم عليها.
صوت مثل كذا او مخدر. تُتُشِنْدِ يُحَا شِرَا جِنْجَيُوْ كُمَيْنِ مُشِيَاجِمَاسُ هَيْسَيْ سَنْجِيُوْ إِيْشِ طيب زي ما شفتوا كده العرس الياباني برضو فيه عرس ممكن يكون ستايل تقليدي اللي هو اسمه شينزين كيكون اللي هو ده زي ما يعني الزواج امام الآلهة ده بكون في الشراين او المعبد الياباني او بيكون الستايل الغربي اللي هو العرسان بيلبسوا يعني زفاف وبدلة للرجل وفي الحالة دي اما يكون في فندق أو بيكون في ناس بيعملوه في كنيسة وهنا في اليابان بالمناسبة يعني هي كنائس لكن ما مش إنها كنائس للعباد بتكون مخصوصة كنائس للزواج لعقد الزواج يعني ففي ناس كثيرين بيعملوه في الكنيسة في ناس الآن بيعملوا بحاولوا يعني تكون أبسط بيعملوها في مطعم يعني بيقولوا عليه ريستورانت ويدينج فكل هالحاجات دي يعني كلها طرق يعني متعارف عليها وموجودة لو جينا للزواج التقليدي طبعا زي ما قلت لكم يكون في الشراين يكون في زي الكهنه او ما اعرف اقول على شو بيكون في زي الكهنه او الناس القائمين على المعبد هم اللي بيعملوا الطقوس دي كلها العرسان بيكونوا لابسين طبعا الزي التقليدي العروس بتلبس الكيمونو ابيض وبكون مطرز يعني بكون في كيمونو فاخر يعني ابيض وبكون كم طبقه طبعا الكيمونو الاخير اسمه الشيروموكو يعني اللي هو كل كيمونو ابيض مطرز على تطريز جميل فيه طائر البجعه مثلا او فيه حاجات المهم هم بيتفائلوا بيها يعني فالمهم انه بيكون في المعبد وعندهم برضو طقوس بيعملوها مثلا انه بيشربوا ساكي ما يعرف بالاوساكي اللي هو الخمر مصنوع من الرز بيحتسوه كل من العريس والعروس وبرضو في العقد في زي حاجة زي عندنا احنا عقد الزواج هم عندهم برضو حاجة كده مكتوبة لو فيها العريس يعني بيذكر او بيقرأ العقد دي وبيقول يعني انه هو خلاص يعني كإعلان انه يتزوج الفلانة الفلانية دي اهم حاجة بعد كده طبعا بيكون الاحتفال عادي الناس بتاكل وبتشرب وكده يعني لو حبينا نعمل مقارنة بين العرسين السوداني والياباني طبعا هتكون في فروقات كثيرة نمرة واحد أول حاجة في الفروقات طبعا عدد المدعوين نحن في السودان طبعا الأعراس يعني العادي العرس الأساسي هو الزفاف ده يكون عادة ما أقل من 800 شخص 1000 شخص 1200 شخص يعني الصالات دائما بتكون كده يعني مصمم إنها تكفي 1200 1300 شخص لكن ممكن يكون عدد أقل من كده بشوية يعني زي ما قلت لكم إذا كان الجرتق في نفس الصالة عادة يعني الناس بيعملوه بعد ما خلاص يعني نهاية الحفل مثلا الساعة 11 الساعة 12 بعد الناس خلاص تبدأ تتفرق فاللي بيبقوا في الصالة هم الناس القريبين يعني الناس الأقربين يعني بيكونوا ممكن 100 شخص ولا حاجة هم اللي بيحضروا الجرتق بس إنه الزفاف الحفلة الأساسية تقريبا بيحضروها 1000 شخص هنا في اليابان طبعا فريق كبير جدا يعني الحفلة الأساسية ممكن تكون 120-150 شخص بالكثير دي الزفاف أنا قصدي اللي هو طبعا بيكون أهل العريس وأهل العروس والأصدقاء المقربين وبيكون زي ما قلت لكم غالبا في هوتيل وبيكون يعني بوفيه هنا بالمناسبة في اليابان في ناس بيعملوا أكثر من حفلة
مثلا بيعملوا الحفلة الأساسية اللي هي في الفندق دي الأهل القريبين والأصدقاء يعني القريبين. في ناس بيعملوا حفلة قبل كده بتكون اللي هي بتكون في مطعم مثلا دي الزملاء والأصدقاء يعني اللي عرفوهم من طريق الشغل أو كده، دي بتكون حاجة شوية كاجوال أكتر يعني ما بيلبسوا لبس ما بيلبسوا زفاف يعني ولا كده، بس إنه ياكلوا ويشربوا ويعملوا، حتى ممكن يكون في جيم ممكن يكون في ألعاب يعني حاجة كده شوية كاجوال. النقطة الثانية في المقارنة بين الزواج السوداني والزواج الياباني اللي هو المبلغ، عادة بيدك يعطى كهدية للعرسان. هنا في اليابان عادة إذا شخص صديق أو قريب اللي بيحضر، إذا كان في هوتيل مثلا غالبا يكون 3 مان اللي تقريبا ما تعادل 300 دولار، اللي هو يعتبر مبلغ كبير يعني ما حاجة صغيرة طبعا. في السودان طبعا المبلغ بيكون أقل من كده بكثير، لأن أصلا عدد الناس كبير يعني، فكل شخص بيدفع مبلغ صغير يعني. والهدية بتكون في شكل ظرف، هنا ظرف معين مخصوص لل يعني للزواج، لهدايا الزواج. الفرق الثالث بين الزواج السوداني والزواج الياباني انه هنا دائما في اليابان بيكون يعني بيعملوا زي سكجول، بيعملوا جدول يعني وصول العرسان الساعه كذا، مثلا قطع الكيك الساعه كذا، بدايه الاكل الساعه كذا، كلمه العريس. ايوه دي من الحاجات برضه المفروض اذكرها، انه هنا العريس عاده بيلقي كلمه في نهايه الحفله بيشكر الناس وكذا، احيانا العروس برضه بتلقي كلمه، والد العريس، أصدقاء العريس أو العروس، يعني بيكون في ما أقل من كلمتين أو ثلاثة، مرات بيكون أكثر، كلمات صغيرة طبعاً يعني مش حاجة مش خطبة يعني ولا كذا، لكن دي حاجة نحن ما عندنا كثير في الزوجة السودانية إنه العريس يتكلم ولا إنه أبو العريس مثلاً أو أبو العروس. هنا لا، هنا دي حاجة ثابتة إنه بيكون في كلمات أثناء الحفل يعني. دي حاجة ما عارفة أخذتها كنقطة منفصلة ولا لا، بس إنه يعني لو لاحظتوا زي الجو العام أو طريقة الاحتفال نفسها في السودان يعني تعتبر فيها صخب أكثر، ممكن أقول فيها غنى، فيها رقيص، فيها حركة أكثر. هنا في اليابان بتكون يعني عادة الناس بيكونوا هادئين جالسين، أو حتى إذا كان في غنى أو موسيقى يعني بتكون حاجات هادئة يعني ما في رقص كده يعني، اغلب بكون يعني ونسة وضحك وكلمات وكده، لكن الرقص يعني نادرا طبعا. لسه في تفاصيل تانية ممكن اتكلم عنها لكن ما عايز اطول الفيديو اكتر من كده. اكتبوا لي في التعليقات اكتر حاجة لفتت نظركم سواء كان في العرس السوداني او العرس الياباني، واكتبوا لي برضو شاركوني العادات والتقاليد في اعراس بلادكم. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أكون قدرت أعكس لكم جوانب من العرس السوداني والعرس الياباني، وكمان قدرت أوضح لكم الفروقات بيناتهم. إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوني من اللايك والشير، شيروا الفيديو مع أصدقائكم لو ممكن، بس وأقول لكم في أمان الله لغاية ما ألقاكم في حلقة قادمة. خلوا بالكم من أنفسكم، مع السلامة.